الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لجلب الرزق إن شاء الله بأواخر آية الكرسي، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ستقرأ في الصباح إن شاء الله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 1000 مرة بنية جلب الرزق، يعني تنوين لجلب الرزق. وتقرأ وراءها، تذكر وراءها الاستغفار، أستغفر الله الرزاق وأتوب إليه 1000 مرة. تقرأ تذكر ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم 1000، ووراءها أستغفر الله الرزاق وأتوب إليه 1000. إذا لم تستطع أن تقوم بها في الصباح، تقوم بها في الليل يوميا لمدة 40 يوم لإيجاد العمل، وهي مغناطيس المال، تجلب الرزق وتجلب الأكل والشرب إلى المنزل، وتجلب الرزق إن شاء الله من المجربات. وكذلك صالحة لجلب الزبون، كذلك من أراد أن يجلب الزبون، أنت وعلى حسب نيتك إن شاء الله. وهذه المجربة فيها سر كذلك لتعلم العلوم. من أراد أن يتعلم العلوم وقام بهذه الصيغة من الاستغفار وأواخر آية الكرسي كما قلت، يتعلم العلوم الذي يريد إن شاء الله. وفيها سر عظيم، يعني تكتشف نفسك. يعني من أراد، لأن الرزق، كلمة رزق، فهي شاملة كل شيء، الرزق في الصحة، الرزق في البدن، الرزق في المال، يعني الرزق يشمل العديد من الأشياء إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله